البداية تكون من العاصمة الألمانية برلين، والزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، والحديث عن الاجتماع الذي سيجمع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات، والمتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا. أيضا سنتطرق إلى تصويت البوندستاغ على الإجراءات الاحترازية الجديدة بناء على تعديلات قانون الحماية من العدوى. أهلا بك عربي، حدثنا عن فحوى هذا الاجتماع في هذا التوقيت. إنجي، سنبدأ من الخبر الأخير، وهو أن البرلمان الألماني البوندستاغ صوت قبل قليل بأغلبية 398 عضو بالتغييرات التي طرأت على قانون الحماية من العدوى الجديد، وهو القانون الذي وضع منذ العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا هنا في ألمانيا. هي التعديلات الجديدة قوبلت بهجوم شديد من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لأن هذه التعديلات وضعت من قبل الأحزاب الثلاثة التي ستحكم ألمانيا في المستقبل، الاشتراكي والخضر والحزب الليبرالي. باختصار، هذه التعديلات تنص على أن في المستقبل هنا في ألمانيا من المفترض الأسبوع المقبل، إذا وافق المجلس الاتحادي على هذه التعديلات بعد موافقة البوندستاغ اليوم، هذه التعديلات تقول أنه بداية من الأسبوع المقبل من المفترض أن يتم العمل بالشهادة الصحية في المواصلات العامة هنا في ألمانيا، سواء الباصات أو المترو أو حتى الطيران الداخلي في ألمانيا. يجب على المسافر إذا حتى كان سيسافر بمحطة واحدة بالقطار أو حتى بالأوتوبيس أن يقدم شهادة صحية أنه تم تطعيمه أو شفائه أو لديه شهادة سلبية. أيضا على أصحاب العمل أن يقوموا، أرباب العمل أن يقوموا بفحص موظفيهم يوميا إذا لم يكونوا مطعمين. وأيضا زائري المستشفيات وموظفي المستشفيات ودور المسنين يجب أن يتقدموا بفحص سلبي يوميا إذا لم يكونوا مطعمين. وأيضا البرلمان الألماني البوندستاغ في تعديلاته الجديدة أعطت الحق للولايات الألمانية 16 في اتخاذ تدابير احترازية من وجهة نظرها بناء على الوضع الوبائي الموجود في هذه الولاية، بخلاف قانون الحماية من العدوى الذي كان معمول به من العام الماضي أن وزير الصحة الألماني الاتحادي له الحق في اتخاذ تدابير على مستوى ألمانيا بشكل عام، ترك هذا الأمر للولايات بشكل منفرد. طيب عربي، ماذا عن الخطوة التي تتردد الآن في الأجواء، وهي الخطة الخاصة بتطعيم الأطفال؟ كيف كانت أصداء هذه الخطوة، الأطفال ما بين 5 و11؟ الحقيقة لجنة شتيكو، لجنة التطعيمات الدائمة هنا في ألمانيا، الحكومة تترك هذه القرارات، قرارات التطعيم لهذه اللجنة تحديدا، لأن مؤلفة من عدد كبير من العلماء هي التي توصي بهذا الأمر. حقيقة قبل دقائق أيضا الخبر الجديد أن اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا أوصت الحكومة الألمانية تقريبا قبل 10 دقائق بضرورة فتح باب التطعيم بالجرعة الثالثة لكل من هو فوق 18 عام. كنا نعرف أن في الأيام الماضية الجرعة الثالثة المعززة لكبار السن فقط هنا في ألمانيا، أو من حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون يستطيع أن يأخذ أي جرعة ثانية. ولكن بداية من اليوم اللجنة أوصت الحكومة بضرورة الجرعة المعززة لكل من فوق 18 عاما، وبداية إجراء اختبارات على الأطفال فوق سن 5 سنوات لإعطائهم لقاح في المستقبل. هذه الخطوة تدرس أيضا الآن. الحقيقة الحكومة الألمانية التي تدخل تحديدا في هذا الأمر وتركين هذا الأمر للجنة الدائمة للتطعيمات، واللقاحات متوفرة جدا في ألمانيا لإعطاء الجرعة الثالثة لكل من يريد هنا في ألمانيا. ولكن الأزمة أن ما زال في ألمانيا تقريبا 30% من تعداد سكان ألمانيا ما زالوا رافضين للتطعيم بشكل جذري. لماذا عربي؟ الحقيقة هم الرافضين، هي الناس كانت أعلنت من البداية، يعني في عدد كبير طبعا هنا في ألمانيا يؤمن بنظرية المؤامرة إيمانا تاما أن لا يوجد كورونا، أو حتى إذا كان هناك ما يعرف بفيروس كورونا هو فيروس من الفيروسات الإنفلونزا لا تحتاج إلى تطعيمات. التطعيمات التي تحتاج في الأساس حسب القاعدة العلمية من وجهة نظرهم، وهي قاعدة علمية أيضا، إلى أكثر من 5 سنوات لفحوصات اختبارات سريرية وتطوير هذا اللقاح الذي خرج فقط خلال 6 أو 7 أشهر من الشركات المختلفة. هم مؤمنين تماما بأن هناك مؤامرة وما إلى ذلك، لذلك رافضين تماما هذا الأمر، بخلاف طبعا الحوامل والسيدات التي تردع بالطبع وخائفات أيضا من الحصول على هذا اللقاح. ولكن في النهاية هناك بناء أيضا على التعديلات الجديدة في قانون الحماية من العدوى سيتم تضييق الخناق على كل من لم يأخذ هذه الجرعات لقاح كورونا هنا في ألمانيا بتطبيق القاعدة الثنائية في بعض الأماكن. البوندستاغ البرلمان الألماني أعطى الحق أيضا للولايات في تطبيق القاعدة الثنائية، أن لا يسمح لعدد كبير من الأشخاص بدخول المطاعم وأماكن السهر الليلية وحتى الفنادق لكل من لم يحصل على تطعيم، فقط لكل من تم شفائه، وأيضا لكل من حصل على التطعيم. شكرا جزيلا لك زميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من ألمانيا على كل هذه المعلومات.